كيلومترات، ولكن التحدي كان أكبر. البداية ذهبنا مشاهدين الأعزاء مع صفوة التابعة لهجي الند الشبا، هي من خطفت الناموس بست دقائق 13 ثانية وفاء وتماما وكبالا لتهدي هذا الفوز والناموس لهذه المؤسسة العملاقة. أما ثاني الأشواط فكانت ريماس بنفس الشعار، شعار هجن ند الشبا، حيث حققت الانتصار بست دقائق 16 ثانية، سبعة أجزاء من الثواني في انطلاقة مميزة وتحدي مثير في ميدان المرموم. أما الشوط الثالث نسير إلى الجعادين المحليات الأصايل، حيث يأتي مشاغب ليسجل الهاتريك لهذا الشعار، شعار هجن ند الشبا، بست دقائق وعشرين ثانية وثمان أجزاء من الثانية، ليتحقق الناموس من جديد لهذا الشعار بقوته في هذا الموسم. أما الشوط الرابع فيصحصح الواعي وينتزع المركز الأول مقدما عرضا مميز وكفيلا بأن يكون في المراكز الأولى لهجن ند الشبا بست دقائق 19 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. أما شوطنا مشاهدين الكرام الخامس الانطلاقات، وهو الشوط الخاص بالأبكار المحليات الأصايل، هنا تضيء شمعة هذا الشوط بناموسها المميز بست دقائق 16 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية، ليتحقق الناموس مرة أخرى لهجن ند الشبا في صباح هذا اليوم. الشوط السادس نذهب كذلك إلى سرابة، ونفس الشعار هو من يكرر الإنجازات، وللمرة السادسة على التوالي بست دقائق 16 ثانية وتسعة من الأجزاء من التواني في انطلاقة قوية لهذا الشعار بداية هذا الموسم. الشوط السابع نذهب إلى الجعادين، حيث يأتي دلقم لهجن زعبيل بقيادة المتألق راشد بن محمد بن مرشد، ويحقق الانتصار بست دقائق 18 ثانية وستة من الأجزاء من الثواني في هذا الشوط، ويسجل لهجن زعبيل نقطة في هذا الحضور المميز. الشوط الثامن يأتي الذيب، تعود ملكيته لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يقود زعيم المضمرين محفوظ بن خميس الجنيبي ست دقائق 19 ثانية وتسعا من الأجزاء من الثواني، تهانينا والناموس. بينما الشوط التاسع نذهب إلى ثالث الجولات، ونعود من جديد إلى شعار هجن ند الشبا، حيث كانت دوشة لتسجل أفضل توقيت صباحي يسجل في هذا اليوم بست دقائق 9 ثواني وجزءا وحيدا من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الانتصار لهجن ند الشبا. أما الشوط العاشر فحضرت عزايم وعزمت على الفوز والانتصار كذلك من شعار هجن ند الشبا لتفوز بانطلاقة أخرى. وشوط الثامن وكان 6 دقائق 14 ثانية وأربعة أجزاء لتسجل النقطة الثامنة. أما الشوط الحادي عشر فيأتي الذيب لهجن ند الشبا كذلك ثلاثية مميزة بهذا الشعار مع بداية هذا الموسم بست دقائق 17 ثانية وخمسا من الأجزاء من الثواني، تهانينا والناموس. أما الشوط الثاني عشر فحضر متعب لشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويأتي المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مرشد ليحقق الانتصار بست دقائق 16 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية ليفوز بهذا الشوط. أما الشوط الثالث عشر فوصلت العابرة لتسجل النقطة العاشرة لشعار هجني ند الشبا بست دقائق 16 ثانية ثمان أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أما الشوط الختامي فكانت براقة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مرشد، حيث قطعت المسافة في ست دقائق 15 ثانية وأربعا من الأجزاء من الثواني، ليسدل الستار بعد ذلك على انطلاقات سباق صباح هذا اليوم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام انطلاقات سباق هذا الصباح الجميل والصباح المميز. هذه الصور تأتيكم من المرموم وإلى المرموم ولكل متابعين وعشاق شعار دبي ريسنج. إلى هنا نأتي إلى الختام، في الغد إن شاء الله يتجدد اللقاء في الساعة 6:30 من صباح الغد مع هجن أبناء القبائل في سن اللقاية، انتظرونا في يوم المفاجآت الجميلة، وتقبلوا تحيات مخرج هذا العمل تيسير شنابلة، مع السلامة.